عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لول حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته. جاء أبرص عرضه عليه فدي على ما كان عليه. أبرص فدي. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. تعال عليه فرجع عمى. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجع أقرع. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، قوله أنتج، وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها.